انا مرة كيما قلت لكم عندي 4 دراري، كنت ساكنة عند ناس البيت ومن بعد خرجوني برا، رجال عجوزة ما خرجتني برا، وراني واحد غير انا ودراري نتلاوح كل نهار. وين رحت سكن في دارنا، رحت لدارنا لمتني يما، انا اللي خرجوني من الدار لمتني يما، يما مسكينة مريضة والدار الضيق ما كاش. رحت وليت من جهة لجهة نتلاوح، نحوس غير على الكرا، والكرا غالي ما كاش وين نكري. حتى باباهم راح مع يماه، انا 4 دراري انني متحملة مسؤوليتهم، والدار عندي شغل بدا ترشى، الدار راشية يعني. ماذا بيا لو كان تجو تشوفوا يعني تشوفوا بعينكم. انا راني نحكي في حكايتي بصح، ماذا بيا لو كان تجو تشوفوا. انا دوك وليت الشتا، دوك راني نخمم، دوك شنو نخمم من الشتا. الشتا وين نروح انا ولادي؟ الدار راهي خلاص، هي راحت تريب عليا. كانت تجي فيضانات ولات قادرات تريبها يعني الدار هشة. ماذا بيا لو كان تعاونوني، ماذا بيا لو كان السلطات تشوف الرئيس يجي يشوف الحالة اللي راني فيها. ما عندي حتى وسائل، ما سفت حتى حاجة من الدولة. عندي قلت لك المرأة هذه اللي راهي شغل أنا ساكنة فيها مؤقت، يعني ماذا بيا لو كان تعاونوني وتعطوني تعاونوني. أنا راني جاني دايرة ملف، دايرة دوسي تاع سكنة، ومازال ما بان والو. راني في 9 سنين اللي راني دايراتو، ما كاينش ما بان والو. انا شفت دار، حبيت شفت دار وحبيت نشريها، بصح ما عنديش الدراهم. ابسط حاجه، ما عنديش الدراهم باه نشريها. انا شفت دار بصح، ماذا بيا لو كان ناس تشوف فيا وتعاونني، باسكو راني في حاله يرثى لها. انا راح نضيع انا ولادي، وعندي زيد عندي بنات، فالوليدي صغير، شوفوا فيا بعين الرحمة. الله يجازيكم.